ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية سيد طارق جاسم، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، شكرا لكم. اليوم السادس على الانتفاضة الشعبية في إيران، كيف ترى التحولات التي تشهدها الانتفاضة من حيث الزخم والمطالبات؟ بعدما قد أخفى النظام وهذه المؤسسة التي تهتم بالشأن الإنترنت في إيران، رجوع الإنترنت بشكل جزئي أي ما يقارب 8%، يجب أن نعلن للعالم بأن هذه الشبكة أو منظومة الإنترنت في إيران لا تتجاوز حدود بعض المحافظات فقط، أي أن عدد كبير من المحافظات وتحديدا الأغاليم الشعوب في إيران لا تتمتع بوجود الإنترنت، وحتى مناطق واسعة من صهران لا تتمتع بوجود الإنترنت. أي أن النظام الإيراني لا زال يقمع بقوة، ولا نستطيع أن نصل إلى الأخبار بشكل صحيح، وكل المعارضة الإيرانية لا تستطيع أن تحصل على الأخبار وتصارح تصريحات وتكشف حقائق بفعل نعم. غط الإنترنت. طيب، هل تعتقد أن الانتفاضة ستبقى في حيز المطالبات الاقتصادية كدعم الوقود وغيره من المطالب، أم أن هناك دوافع ومطالب سياسية أخرى؟ الشعوب في إيران منذ زمن طويل اجتازت مرحلة المظاهرات المطلبية، وأين هذه المظاهرات وأين هذه النماذج في مظاهرات 2017 و2018 عندما بدأت من مدينة مشهد وانتشرت لتشمل عدد كبير من المدن في إيران؟ لذلك المطالبات هي الآن مطالبات سياسية، وسقف مطالبات الشعوب في إيران الآن مرتفع جدا جدا، بحيث دائما يهتفوا بإسقاط النظام وإسقاط الدكتاتور. وهذه المظاهرات التي بدأت من مطلبية وانتقلت خلال يوم أو يومين إلى مطالب سياسية بحتة، أثبتت هذه النظرية وهذا النموذج. لذلك اليوم الشعوب في إيران تطالب بمزيد من الحقوق وتطالب بمزيد من المطالب، أي إنها مطالب سياسية بامتياز، لا تقبل بأقل من إسقاط هذا النظام الشمولي أو الدكتاتور. نعم، كيف تابعتم عمليات القمع التي تقوم بها قوات البسيج والحرس الثوري ضد المتظاهرين؟ حقيقة الأخبار عندما وصلتنا من الأحواز فاجأتنا بشكل كبير، لأن هنالك عدد كبير من الأحياء والمدن الأحوازية انتفضت بوجه هذا النظام، وهناك أخبار وأنباء عن قتل أكثر من 45 أي ضحايا أكثر من 45 شخص في مدن فقط في مدن أغليم الأحواز، بالإضافة إلى عدد كبير من أغاليم الموجودة في جغرافيا ما تسمى إيران. لذلك هذه المظاهرات وهذا النموذج من الثورة الانتفاضة هو يعني تطور نوعي من جانب الشعوب في إيران، ونتوقع أن تحصل مجازر أكثر، ونتوقع أن يحصل عصيان مدني أكبر وأوسع على نطاق أوسع ليشمل كل المحافظات في إيران على قرار محافظة شيراز ومحافظة كردستان والأحواز الذي هي بدأت هذه المظاهرة وبدأت هذه الانتفاضة لدعم كل إيران. ونتمنى طبعا نتمنى أن لا تحصل هكذا نعم. من قبل النظام الإيراني، ولكن للأسف الشديد نتوقع حصول هذه الضحايا وحصول هذه نعم. المجازر. هناك كما يقول متابعون محاولة لإخفاء معالم أو أدلة الجريمة من خلال قيام قوات النظام بإخراج جثث ضحايا التظاهرات من المستشفيات سرا، لماذا يفعل النظام ذلك؟ أولا النظام الإيراني هو نظام مخادع جدا جدا، ودائما يقوم بخدع إعلامية وخدع ميدانية على أرض المظاهرات طوال هذه السنوات التي حصل الذي حصل بها العصيان المدني. لذلك ليس بجديد ان يقوم النظام الإيراني باخفاء الجثث وبارعاب الذين معوقين والذين جرحوا في هذه المظاهرات، ولدينا اخبار وصلت ووثائق ان عدد كبير من هؤلاء الجرحى لم يراجعوا الى المراكز الطبيه والمستشفيات خوفا من الاعتقال وخشيه من مجازر وخشيه من اعتقالات وامور اخرى. لذلك اليوم النظام الإيراني وبعد ما قام بمظاهره يعني مؤيده له من قبل هؤلاء
القل العدد القليل من هؤلاء المؤيدين للنظام أثبت هذه النظرية وأثبت هذا الكلام المعارضين بالنسبة لما يحدث حاليا. نعم، هل محاولات إخفاء ذلك وقطع الإنترنت سيستمر باعتقادك؟ وكيف يمكن أن تتعامل قوات النظام مع المتظاهرين؟ النموذج العراقي هو أكبر دليل على كلامنا هذا، والنظام الإيراني وبعدما أمر قاسم سليماني بقطع الإنترنت من عدد من المناطق والمدن العراقية واليوم طبقوها في عدد كبير من الأقاليم والمحافظات في إيران، هو خير دليل على قيام النظام الإيراني في صمت دولي وبمعزل عن الإعلام وفي غياب الإعلام بقيامه بضرب المتظاهرين وبقيامه باغتيالهم واعتقالهم وافعال شنيئه وافعال اضطهاديه اخرى. لذلك لطالما لا توجد هناك تغطيه شامله اعلاميه نستطيع ان نقول وبقوه ان هنالك مجازر وهنالك اعتقالات واغتيالات تشمل كل المدن الإيرانيه، ويجب على المجتمع الدولي ان يكسر هذا الصمت اذا ما يحدث في إيران ويتحمل المسؤوليه ويضغط على النظام الإيراني بفتح الاعلام وفتح الانترنت على جميع مناطق في إيران حتى نستطيع ان نعكس ونسلط الاضواء على ما يجي هناك. على ذكرك المجتمع الدولي، كيف تقيم تعاطيه مع ما يحدث في إيران هذه الايام؟ للأسف الشديد هنالك تفاؤل ضعيف جدا جدا من قبل المجتمع الدولي حيال ما يحدث في إيران. كنا نتوقع أن تقف الولايات المتحدة وحلفائها والمجتمع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بجانب الشعوب في إيران ويقوموا بإدانة إيران على ما تعمل من مجازر وعلى ما تعمل من اضطهاد وغمع للمتظاهرين. للأسف الشديد أيضا المجتمع الدولي والأمم المتحدة أيضا صامتة تجاه ما يحدث، فنعلن ان المظاهرات وان الاعتراضات والعصيان هو حق مدني يكفله او تكفله كل الدساتير في العالم. لذلك اليوم الشعوب في إيران تعاني بل محرومه من حتى ابسط حقوقها، اي العصيان المدني والمظاهرات، وهي محقه بذلك لان ارتفاع ثلث اضعاف في اكثر مورد حياتي في حياه الناس الذي هو البنزين ليس بقليل، وانما قد تحصل كارثه اقتصاديه تتعصف بالمجتمع الإيراني. نعم، انت تعرف سيد طارق موقف الاتحاد الاوروبي الذي دعا ايران لانهاء العنف ضد المتظاهرين، لكن هذه الدعوات لا تعني على ما يبدو شيء بالنسبه للنظام الايراني. كيف يتعامل معها النظام الإيراني؟ النظام الإيراني مطمئن جدا جدا وهو على يقين تام أن الاتحاد الأوروبي دائما يتعامل بهذه الأمور بدبلوماسية وسطية، أي يمسك العصا من الوسط. ونعرف أن النظام أن الاتحاد الأوروبي وتحديدا فرنسا وألمانيا لا يقوما بأي حراك وبأي تحرك ضد إيران. لذلك هذه هي الإدانات الضعيفة هي عار على المجتمع الدولي وهي لا تكون على قدر المسؤولية ولا تكون على قدر من الأهمية لما يجي في إيران. اليوم العفو الدولية أعلنت عن حصول مجازر وقتل أكثر من 105 تأييدا كامل، وأخبار المعارضة والشعوب في إيران تعلن سقوط ضحايا أكثر من 200 شهيد. لذلك اليوم المجتمع الدولي أمام كارثة حقيقية ويجب أن يتحمل مسؤوليته، ويجب على الولايات المتحدة أيضا تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع. نعم، أشكرك الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية، كنت معنا من أوسلو السيد طارق جاسم.